أول شيء شكرا على وجودكم معنا، احنا سعيدين جدا ان اليوم نقدر نتمم هذا المؤتمر الصحفي مره ثانيه بنجاح بوجودكم، وجود اكليل من المحاربين المميزين اللي عندنا عدد كبير من الراجعين وعندنا عدد كبير من الوريز الجداد اللي جايين يثبتوا حالهم من اهم الكيجز بالعالم بالام ام اي وورلد. اليوم الحمد لله احنا بنجهز حالنا للنسخه 43 و44، نسخه 43 هي النسخه العربيه و44 هي انترناشونال، وسعيدين جدا انه راح يكون لاول مره في نزال لتوحيد اللقب بين اللقب العربي واللقب الافريقي، وسعيدين جدا انه محمد الكثيري موجود معنا، هذا رمز من رموز محاربي الامارات الاماراتيين، عندنا مهارات لا تحصى بدوله الامارات العربيه المتحده بفنون القتال المختلط، ولا شك انه لقينا مش عزوف في بس سبب انشغال عدد كبير من شبابنا ما عم بيكون عندنا العدد اللي احنا بنطمح له بمحاربي الامارات من المهارات الاماراتيه، بس لا شك احنا بنوعد الجميع انه هاي زي بيقولوا استراحه المقاتل وباتر اوف مانث، هذا رح نرجع يكون عندنا نفس الزخم اذا مش اكبر. اليوم احنا تقريبا من باشر منافسات محاربي الامارات بعد انقطاع حوالي 3 اشهر، وهذا لم يكن صدفه، هذا كان كله بلاند. احنا عندنا عدد معين من النزالات اللي بنقدر نعمله بالسنه لأسباب عدة، أهمها ازدحام الفعاليات الدولية والمحلية بعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، فإحنا مضطرين نقلل عدد النزالات مشان نحفظ التكنيكال كابيليتي من موضوع برودكشن لمحاربي الإمارات اللي عودنا حالنا قبل ما نعود الجماهير والمحاربي عليه. فهالانقطاع لثلاث اشهر كان بسبب انه في كثير بطولات ما عم نقدر يعني نحجز المكان اللي يتناسب مع الحضور مع توقعات الجماهير وتوقعات المحاربين اللي بيجوا بنفسه عندنا، وطبعا احنا اليوم كشركه منظمه لهذا الحدث صار عندنا افاق عالي، افاقنا عالميه، بطلنا يعني من وقت ما اسند يعني هذا الشرف العظيم لتنظيم محاربي الامارات العربيه المتحده من سعد عبد المنعم الهاشمي، احنا كل يوم تحدي، وان شاء الله نكون قد الحدث وقد المسؤوليه اللي اسند الينا، وكل الشكر لكم كجهه إعلامية لمتابعتكم ونشركم للأحداث اللي احنا بنساهم فيها.